الجزء الأخير بي من الآخر للحلقة الأخيرة من الموسم الخامس وختامة مسك لأنه هلأ عنا جديد على الساحة. كانوا موجودين معنا من بداية من الآخر من الحلقة الأولى لهلأ انوجدوا معنا وعملوا السيت اب كله تبع البار وكانوا حريصين على أنه كل حلقة يكون في كوكتيل خاص اختراع جديد وميكسولوج جديدة عم بيقدمونا إياها خلال هالحلقة. هن حريصين على أنه كل إيفنت بيشاركوا فيها بيكون على مستوى عالمي. أنا بدي أتشكرهم كثير. هن اسمهم The Tipplers. لنعرف أكثر عن The Tipplers مستقبل جاد جميل. جار بالأول بدي أقول لك أولاً شو عملت فينا؟ أزوير جار جميل فعلاً يعني خلال 10 حلقات كنتوا موجودين خلال 10 حلقات كنتوا حريصين تحت دايماً تقدموا لنا شيء جديد تحت دايماً تقدموا درينك بس ما يكون درينك حيالله درينك تشتغلوا على الشكل تشتغلوا على المحتوى تشتغلوا على الطعمة وتشتغلوا أهم شيء على أنه تقدموا درينكات للكل إن كانوا موكتيلز أو كوكتيلز يعني إن كانوا مع الكول أو بلا الكول حسب كل الجوف يلي كانوا معنا وحسب كل الموجودين يلي كانوا معنا. طب شو السر وراء هالشي اللي شفناه اليوم على الهواء؟ بعرف مش فجأة بيخلق هيدا الشيء. في عوامل كتير موجودة اللي هن تكون إكويبت بالباريت الشباب يكونوا well trained كمان الكواليتي اللي بتستعملها إذا كان موكتيل ولا كوكتيل إذا يعني البراندات اللي بتستعملها كفودكا ولا ويسكي ولا جن ولا شامبين كذا عامل نسيت الفروتس يكونوا فريش لأنه كنا أتمنون فريش وطيبين قضيناها رايحين جايين ناكل كمان على الفروتس نسينا لهم دورهم اللي هو دور كتير مهم اللي بيحكي عليه بحكي على الفروتس والكواليتي تبع الفروتس اللي بتجيبوها أنا شو سألك؟ جورج بروح كل مرة باكل شكلها الخارجي وطعمتها أنا صار لست أشهر بلا الكول على الفروتس على الفروتس بس من السؤال سوري عم باخد دوري من بانكينج لبار لالكول شو صار معك شو الترانزيشن بس قبل مين الشغل عم يرقص على البار؟ انت ايوه بيير سي توا انا ما بتذكر شيء هون ولا سألوا مين هول ومين هو كمان ومين هول تعرف من بانكينج لوين كمل سؤالك من بانكينج للبزنس بار الكول شو التريجر يعني كل حياتك عندك هالرغبه قد ما فرستريتد من الشغل البانكينج انه فشيت خلاص كل حياتك عنده رغبه يعمل مصاري فصلنا شوي لك بدايه من بداياتي اول ما كنت بالجامعه كنت اشتغل انا بالالكول فبنيت علاقات كثير مع الشركات وبالالكول وبهالتفاصيل بعدين بس تخرجت من الجامعه فت على البانكينج وبعدين بتعرف من وراء الاعراس والمعارف والناس صارت القصص تزيد كنا ثانك يو كيس سبيشال لك هدول كمان لك فيها ثانك يو مان نشوف ثانك يو ثانك يو والله هذا تضلك تتذكرنا دائما على طول ثانك يو مان ابريشيت كل الاكوبمنت هذا انجريف باسمك كمان واو لوك ات ذس مان واو رائعه 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 ثانك يو جايز واو كيف ارجع على الهواء شاد بدي ركز على شغله مهمه وهون الاكوبمنت مش حيالله بارتندر عنده اياهم يعني في شيء اسمه ميكسولوجيست وفي شيء اسمه بارتندر مزبوط. انت بتتميز عن غيرك انه عندك ميكسولوجيست شو الميكسولوجيست؟ ميكسولوجيست هن ناس شغلتهم يحضروا هلا كمان عندنا نحن بارتندرز بالشركه اكيد بس البارتندرز هن اكثر بيشتغلوا على الزبون يهتموا فيه يعملوا له الدرينك ميكسولوجيست هن كمان بيعملوا الدرينكات بس بيحضروا البيوريات بيحضروا الكوكتيلز يعني بيخترعوا الريسيبيز حسب السيزن حسب كمان
كل سنة بسنتها شو في ترندات جديدة موجودة بالعالم، بتعرف اليوم بمدريد بسان تروبي بكل مناطق في درينكات جديدة. طيب كيف حضرنا اليوم من الآخر الموسم، كيف حضرت له؟ حضرنا له نحن بصراحة بنشتغل مع شركة اسمها جادجو. نعم. وبيحضروا لنا نحن الكوكتيلز، الديلي كوكتيلز اللي لازم نحن ننزلها للضيوف، وبيزد على ميكسولوجيست اللي موجودين عنا. يعني اليوم الكيس مثلا، ما بعرف اليوم شو شربته، بس انه امبارح مثلا ويسكي مع كيف تتحضر مثلا. طيب هو سيجنتشر يعني الكون ولا حدا عملون؟ لانه ترند موجودين بالعالم ببلدان بتصير حسب هلا سامر تايم ولا وينتر تايم، بس انه هدول اكثر بيستعملوا ان سامر تايم الكوكتيلز اللي تحضروا. انا عندي تعليق في فريند ان كومن، انا وجاد سالوا كيف كان العرس، قال له يا زلمه في واحد اسمه زهير طويل، هلا كل ما اشوفه بعرس بعرف بطلع بهالعرس خسران. بس لا انا في شيء بدي زيده، انه جاد بكل عرس غير انه بيعطوا مثل ما عم يقول عن البارتندريه، بس وقت يشوف حدا مثلا كثير سكران او عم يشرب حتى بيصيروا يرجلجوا على الناس اللي عم تشرب كثير، بيصيروا يخففوا. يرجلجوا لك ما بعرف ما له رجلاجو. انا بدي احكي عن شغله مهمه بيير بتيبلرز. اليوم انتم عن جد تشتغلوا كثير على البراندنج، وهيدي شغله بتصور ميزتكم عن غيركم. حتى ديكار البار هلا عم نشوفه ورانا هو ديكار كثير سبيسيال، بتصور هيدي كانت شغله من القصص الاساسيه جاد مزبوط اللي اشتغلته بتيبلرز عليها؟ لانه اليوم نحن الزبون ما بنفرض عليه البارات اللي بدنا اياها. كنت من زمان اول ما بلشت كان في بارات معينه نفرضها، بعدين صرنا نقول انه اليوم شو التام تبعك، نعمل لك مثل ما التام تبع عرسك، نركب لك البار والديزاين البار وشكل البار حتى الفروت شو بدهم وتفاصيل. على فوق البار اللي عم نشوفه حلو كثير ديزاينه، ايه هيدا معمول كان لشخص بيعز على قلبي من سنتين وبعده عندي بروتوتيب بتذكره انا. كنت قاعد عليه، في ناس رقصت عليه كمان وانا كنت رائس عليه. هيدا البار، هيدا بار عرسي بدي اقول. عن جد شكرا لانه بعدك محتفظ بالبروتوتيب. جد بدي اقول لك شغله، ما بدي اعمل لك كومبليمون ابدا، بس شو السر وين وقت واحد بيوصل على السهره على الساعه 9 بيطلب كيس، وشخص بيوصل على الساعه 2 الصبح بيطلب كيس دائما عنده سيم كواليتي سيم فينيشينج سيم ديزاين للكيس، مش انه يلا شربوا الناس حط لهم شو ما كان. هيدي شغله كثير. بس سوري هذا تبع 2 الصبح مش عم يتذكر شو عم يشرب. ليك في منهم بيتذكروا، بس في منهم بيوصلوا بس على 2، في منهم بيتذكروا لانه بيكونوا بيشربوا بطريقه رائعه، يعني ما بطريقه رائعه عن العالم العادي. كثير بهمه انه كيسه الساعه 9 والساعه 2 يكونوا ذات الشيء. بس كثير نحن كمان حريصين بيير انه حتى معامله الشباب البارتندريه والميكسولوجيست اللي بيكونوا موجودين على البار يتعاملوا مع الناس بذات الطريقه من 9 للتنتين، اللي هي شغله كثير مهمه. ونص عندكم سيرفيس بيوصل على البيت. اكيد اكيد. بتذكر انا عرس بيير عرضته علي، وثاني يوم كمان الغداء كمان فينا نعمل كمان ذات الشيء كمان. عرضته علي سيفرال تايمز انه خلينا نحن نوصلك، خلينا نحن نوصلك. جاد هالاكسبيرينس كلها شو بتتعلم منه؟ يعني انت يو نوت اونلي سيرفينج الكحول، لانه الحلو فيك انه في ناس بياخذوا كيس مع الكحول، ناس بلا الكحول، بس شكليا ما بنحس انه بلا الكحول عم بياخذ كيس بشع او شكله بشع او مش عاطين اهتمام هالقد مثل اللي عم بياخذ كيس مع الكحول. في كثير ناس كاسات نزلت اليوم معكم، في ناس بلا الكحول، في ناس مع الكحول. خلال 10 حلقات في كثير ضيوف اخذوا بلا الكحول، مزبوط. بس زيت الشكل، بس الفرق انه اليوم الطعمه هي زيتها، بس تفرق فيها شويه الكول زياده، كان كرام ولا كفودكا ولا كويسكي، بس تنكسر بالطعمه يلي هن شو بيكونوا محطوطين الانجريدينز الخلطات. من الاخر ليلى من خليفه، من الاخر الكوكتيلات اللي بتقدمهم للناس جنرالي فينا نقيسها بالجاسترونومي واي 3 فخشات ميسنا، ما بعرف كيف بقول لك اياها تقيس الكواليتي تبع كوكتيلك. سو اتس اميزنج، ومادامو كاسي فاضي اتس اميزنج وعجبني كثير. ساري من الاخر، من الاخر ام جلاد يو فاوند يور باشن. ثانك يو زاري. وهالسفرات على باريس وعلى غيرها وتليفون على 5 على بكره، يعني انه في جيسي. من الاخر، من الاخر جاد انا بعرفك اون بيرسونال ليفل، وعملت لي عرسي واستعملت لي صورة عرسي از بيلبورد، مش حتسالها. لا بالعكس افيك بليزير. قدموا شكوى علي فيها. بس بس عن جد شخص قدمتوا شكوى؟ انه هيك بين بعض بين الاصحاب قطعت هلا كمان، بس عن جد انت من الاشخاص اللي عن جد كثير باشنت
وبعرسنا من أجمل القصص كان البار تبعك والبارتندرز والسيرفيس كان بيسطل. Good luck. تحية لكل الشباب اللي معك لساج والشباب فعلاً اهتميتوا بالشباب كلهم معنا هون عن جد. Thank you so much. زهير طبيعي من الآخر. Good luck كل شيء بتعملوه بعرف إنه رح تكسروا الدنيا شو ما تعملوا يعني. Thank you. منشوفك بهلا الصيفية طويلة نحن وياك. أكيد. زمن طويل نروح. كونسيت أمر من الآخر. جاد keep on reaching your goals step by step بس please شوي شوي على زهير. هذا لازم. جورج حرب من الآخر. الشباب تبعك كانوا منورين من الآخر هالموسم وكانوا بجننوا على الصعيد الشخصي وعلى صعيد الكوكتيل. ما بتمنى لك الا التوفيق ان كان هون وسنت الجاي وبرا واللي بعدها. ثانك يو. جاد من الاخر انا بدي اقول لك انك انسان بتحلم عندك هدف بحياتك وعندك مشروع محدد حابب تعمله. من تقريبا سنتين جيت لعنده وقلت لي طالع على بالي اعمل هيدا الشيء بس ما كنت متستنظر انا ولا ابدا بهالسنتين تقدر توصل للمرتبه الاولى اليوم بلبنان لانك انسان كريم. تخلينا نقول القصص مثل ما هي، اليوم شفنا وحسينا كلنا كرمك اليوم من الاخر ومشكور كثير على هالعشر حلقات، يعني فعلا يعني اليوم انت البار تبعك كان بار لكل الناس بالمشروع هون مفتوح للكل، انسان بتحب تخترع قصص جديده، جبت ميكسولوجيست من اليونان خصيصا حتى يعمل هالعشر كوكتيلات يلي بدك تعملهم من الاخر، يعني فكرت كيف you want to invest حتى تطلع الصورة بأفضل ما هي وبتخيل هيدا الشيء اللي بيميزك عن غيرك. بدي اتشكر كثير وبدي لك برافو لك كل شيء بتعمله وgood luck بكل مشاريعك المستقبلية. Thank you so much. Thank you. معك منكون وصلنا لنهاية هالحلقة ومنكون وصلنا لنهاية حلقة موسم من الآخر الخامس. بدي اتشكر الجمهور كله اللي كان موجود معنا الليلة. بدي اتشكر كل الجمهور اللي اجى على الكمبيسكي سامرلاند، كمبيسكي سامرلاند لانه كمان استضافونا عندهم، ليلى بن خليفه شكرا كثير لك، رجع على ميلانو بكره. رجع على ميلانو؟ اكيد، رجع على ميلانو بعدين باريس لانه عندي نحن انبسطنا كثير بهيدي التجربه، ان شاء الله بنرجع نعيدها سواء ان كان من الاخر او بغير برامج. ساري الخازن، ثانك يو سو ماتش على الديكور اللي عملته بدايه، وثانك يو كمان لوجودك معنا وناطرين الاكزيبيشن تبعيتك قريبا. جيسي خوري، ات واز ا جريت اكسبيرينس، شكرا لإلي. انا اكتشفت شخصيه جديده عم شوفها على التلفزيون، بدي اقول لك جود لوك كثير بكل شيء بتحب تعمليه، وثانك يو لانه كنت موجوده معنا بكل هالحلقات من الاخر. شغله كثير مهمه، شقفه من هالشغله هي انت والافار اللي عملته بيير، انا بدي اشكرك عليه. ثانك يو، ثانك يو جيسي. زهير طويل حبيب قلبي، شكرا كثير لك، انا عرفت شو بدك بار ونسوان، لا وهذا الشيء اللي عملناه، انا كنت موجود معنا، نسوان حلوه وبار وجودك كان تمام. وانا اشتقت لكم كثير بعد خمس سنين، يعني من الاخر دائما بالقلب، احلى شو والام تي في بتجنن كمان. كنت قمر مثل القمر كنت، بدايتك بهذا البرنامج كان وجهك فعلا حلو كثير، خير على البرنامج، بدي اقول لك ثانك يو لانه عملت هذه التجربه وقررت تعملي هذه التجربه معنا، وان شاء الله تكون البرنامج عند حسن ظنك اهم شيء. ثانك يو بيير، البرنامج بجنن وعسلامتك. جورج حرب من خمس سنين لليوم، شو فرق من الاخر؟ صراحه كل سنه بيفرق بوزيتيفلي عن سنه، كل سنه وبس تاخر بنشتاق، وهالسنه كان فيها نكهه اضافيه انه كان في ناس ما كانوا قبل من الاخر، وصراحه كان هيك في كيمستري وكليك سريعه وانبسطنا كثير فيهم. نحن انا انبسطت فيكم كلكم، انبسطت بكل الاكيب اللي كانت موجوده هلا. سير شكرا كثير لك، بعرف قديش تعبت معنا. ايس ثانك يو سو ماتش مان. ديانا سوليفان اند اول ذا باند ذا كرو ذا دانسرز بليز ثانك يو، وي ريلي ابريشيت ذات. شكرا كثير للكمبيسكي سامرلاند، شكرا لسباركس يلي عملنا ديكور واهتم بالديكور، شكرا للجي اس يلي اهتموا فيه، جورج موندلا يلي كمان اهتم بشعرنا، شكرا للمخرج كاميل تونيوس، البروديوسر محمد دنكر، التكنيكال بروديوسر جوزيف صدقه، ديما جمال، ديانا وهبي وباتريسيا صقر للاعداد الحلو، البروجكت مانجر محمد شمس وكل اكيب استوديو فيزيون والام تي في. شكرا لكم، بعرف كنا بانفايرمنت شوي صعب تحت الشمس عم نشتغل خلال تصوير كل هول الحلقات، بس بعرف انه بيستاهلوا كل التعب مشاهدين الام تي في لانه هن مشاهدين اوفياء، واقل شيء نقدر نقدم لهم ماده بتليق فيهم، ان شاء الله نكون على حسن ظنكم، وان شاء الله يكون البرنامج كان مثل ما انتم بتريدوا تحضروه مع الضيوف كلهم يلي كانوا موجودين معنا. انا برجع بشوفكم قريبا من نوجر، رح ارتاح شوي، اخذ فرصه جمعتين ثلاثه ارتاح فيها ودغري من بعدها ارجع اطلع عليكم بحلقه جديده من نوجر. صيفيه خلصت على الام تي في، ان شاء الله كانت رائعه. هيدي هي بيروت، هيدا هو لبنان. شكرا للجميع. قبل ما ننهي وقلكم تصبحوا على خير، كان حريص على انه يحملني فرد، هيدا هو الفرد
تبع جاد. هيدا رشاش، هيدا هو الرشاش. تصبحوا على خير. The highest heights, let's spread your wings and fly away. Surround your love with pure delight, release your spirit, set you free. Come and feel my energy. Visions and colors every day. Thank you.